لقد تعرض الدين الإسلامي في بداياته للاضطهاد في مكة التي كانت مهد ظهور الرسالة المحمدية، وذلك من خلال محاربة الدعوة الإسلامية ومعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم والاعتداء على كل من تبعه من المسلمين الأوائل. ومن ثم علم الرسول الكريم أن الدين الإسلامي الذي كان ما يزال في بداياته لا بد له من نقلة نوعية. هذه النقلة لن تتحقق في مكة نظرا لعداء عامة قريش للدين الجديد، وبذلك قرر الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة لفتح آفاق جديدة للدين الإسلامي. وكانت وجهته يثرب التي كانت معقلا لقبيلتين كبيرتين هما الأوس والخزرج. هاتان القبيلتان سيكون لهما دور كبير ومحوري في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدين الإسلامي. الأوس والخزرج قبيلتان يمنيتان قحطانيتان من الأزد، يعود أصلهما إلى حارثة العنقاء بن عمرو. سكن الأوس والخزرج اليمن قبل ظهور الإسلام بقرون، حوالي عام 300 ميلادية قبل انهيار سد مأرب الكبير، وبعد ذلك هاجروا إلى يثرب واستقروا بها. وكانت يثرب خاضعة لسيطرة القبائل العربية اليهودية بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريضة. في بداية الأمر كان الأوس والخزرج يخضعون لسيطرة اليهود، لكن تحالفا بين القبيلتين قلب معادلة القوة في يثرب، إذ سيطرت القبيلتان عليها وأخضعت القبائل اليهودية لسلطتها ونفوذها، وبذلك تشكلت قوة لا يستهان بها من خلال هذا التحالف الذي كان في أوائل القرن الخامس الميلادي. بعد تشكل قوة الأوس والخزرج والسيطرة على يثرب وإخضاع اليهود لنفوذ القبيلتين، سعى اليهود الذين فقدوا زمام الأمر والسلطة في يثرب إلى إضعاف هذه القوة المتشكلة من هذا التحالف، وذلك عبر إحداث الوقيعة بين القبيلتين الأختين من خلال دس الدسائس ونشر العداوة بين الأوس والخزرج، حيث كانوا يصنعون لهم مختلف أنواع الأسلحة ويدعمون كل قبيلة على حساب أختها بهدف إضعافهما معا، كما استغلوا طموح كل قبيلة للتفرد بالحكم والسلطة دون الأخرى، فأمعنوا في إحداث الشرخ بين القبيلتين حتى انفض تحالفهما وتحول إلى حرب طاحنة دامت أعواما كثيرة، لعل أبرز أيامها يوم الفجار ويوم بعاث. اشتدت الحرب وطالت، وكثر القتل بين القبيلتين وتفاقم الصراع، وازدادت العداوات وما يستتبعها من روح الانتقام والثأر التي تذكي نيران الحروب، وبذلك أصبح من المستحيل وقف هذه الحرب. لقد كانت الحرب بين الأوس والخزرج حربا طاحنة، شأنها شأن كل حروب الجاهلية التي كانت تبدأ ولا تنتهي إلا بعد عقود من الزمن، حتى تكاد القبائل تفني بعضها البعض. فبعد أن استعرت نار هذه الحرب لم يكن يلوح في الأفق حل أو مهادنة تضع حدا لها، وبذلك كانت القبيلتان تزمعان على مواصلة القتال إلى أن تفني إحداهما الأخرى أو تفنيان معا. لكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب قلبت كل المعادلات، فتوقفت الحرب وصارعت القبيلتان إلى نصرة الإسلام وإيواء المسلمين المهاجرين، وبذلك استحالت العداوة إلى أخوة في الإسلام، وتحولت الحرب إلى تحالف متجدد، إلا أن هذا التحالف لم يكن قبليا هذه المرة
بل كان داخل وحدة الدين الإسلامي. دخل الأوس والخزرج أفواجا في الإسلام، وخدموا الدعوة المحمدية بعد الهجرة، وشدوا أزر النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربوا معه في غزواته، فكانوا خير ناصر لهذا الدين في وقت عز فيه النصير، وبذلك سموا أنصارا لنصرتهم الدين الإسلامي وحمايته. وقد أثنى الله تعالى من فوق سبع سماوات على الأنصار فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حقهم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقال فيهم كعب بن زهير رضي الله عنه يمدحهم: من سره كرم الحياة فلا يزل في مقنب من صالح الأنصار، تزن الجبال رزانة أحلامهم، وأكفهم خلف من الأمطار، المكرهين السمهري بأذرع كسواقل الهندي غير قصار، والناظرين بأعين محمرة كالجمر غير كليلة الإبصار، والذائدين الناس عن أديانهم بالمشرفي وبالقنا الخطار. تميز الأنصار بحرصهم الشديد على حل الخلافات السياسية وإصلاح ذات البين، وتجلى ذلك من خلال موقفهم في حادثة سقيفة بني ساعدة غداة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ تنازلوا للمهاجرين عن الخلافة حبا في تحقيق الاتحاد والألفة بين المسلمين. أما بعد ذلك فقد كان الأنصار سباقين في نشر الإسلام وإعلاء كلمته، فشاركت منهم أعداد كبيرة في الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا. استقر الأوس والخزرج بالمدينة المنورة، وانتقل عدد منهم للعيش في مختلف البلدان الإسلامية عقب الفتوحات. أما في الوقت الحالي فيتركز أغلبهم في الحجاز خاصة، وينتشر وجودهم في العديد من القرى أمثال ينبع والجموم وقرى وادي فاطمة، إلى جانب بعض قرى محافظة الكامل، ومنهم آل الحوامد والعويد والحمود وآل ملحم وآل حسين وآخرون. اشتهرت شخصيات كثيرة يعود نسبها لقبيلتي الأوس والخزرج في مجالات العلم والسياسة والحرب والأدب، ولا يتسع المقام لذكر كل هؤلاء، لكن نختصر الحديث في ذكر أشهر أعلام الأنصار. سعد بن معاذ هو صحابي جليل كان سيدا للأوس قبل الهجرة النبوية، أسلم على يد مصعب بن عمير، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات بدر وأحد والخندق التي أصيب فيها إصابة بليغة كانت سببا في استشهاده، وذلك في السنة الخامسة للهجرة. سعد بن عبادة هو صحابي جليل من كبار الصحابة،
كان سيدا للخزرج قبل الإسلام، وهو من أكرم بيوت العرب وأعرقها نسبا. أسلم مبكرا وشهد بيعة العقبة، وعاش إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، اشتهر بالكرم والجود. ينحدر من نسله بنو الأحمر، آخر ملوك غرناطة المسلمين بالأندلس. توفي سنة 14 هجرية في ظروف غامضة. حسان بن ثابت هو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولد في يثرب قبل الإسلام، وشد في بيت وجاهة وشرف. قام يدافع عن قبيلته الخزرج، ويفاخر بأمجادهم في وجه أعدائهم الأوس. اتصل بالغساسنة فأكرموه وأغدقوا عليه العطايا، واتصل ببلاط الحيرة كذلك. ولما بلغ 60 من عمره أسلم ورافق النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه وعن دعوته ويهجو خصومه. توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان. من أشهر قصائده مرثيته النبي صلى الله عليه وسلم، التي مطلعها: بطيبة رسم للرسول ومعهد، منير وقد تعفو الرسوم وتهمد. لا يمكن ذكر قبيلة الأوس أو الخزرج دون ذكر أختها، فهما أختان توأمان. في الجاهلية اجتمعتا وتحالفتا، ثم قامت حرب طاحنة بينهما لم تنتهي إلا بمجيء الإسلام، الذي أعاد ترتيب العلاقة بين القبيلتين الأختين، وجعلهما متحالفتين وموحدتين داخل وحدة أشمل، هي وحدة الأمة الإسلامية والدين الإسلامي الحنيف.